يا غرضه ما كيش بلادي. Thank you.
كيفاه راكم بنات بلادي؟ ان شاء الله نرجعكم بالصحة والعافية ان شاء الله. اليوم قبل كل شيء اشكر اختي وردة شانل اللي حطت الفيديو الاخير ما قبل هذا لصناعة الستائر في قناة نتاعها، اشكرها كثيرا. وبنات بلادي، اليوم جيتكم كما قلت لكم مع فيديو المحتوى تاعو على الغربة، يعني وش نشوفه في الغربة، كان الكونفوخ، كان كل شيء، لكن حبنا لبلادنا وكيفاش نقولوا حنايا، هذاك الشيء اللي يجذبنا لبلاد مهما رحنا وتغربنا، الحنين تاعنا يقعد يجبدنا لبلادنا، لأهلنا، وين تربينا، وين كبرنا، يعني كل شيء يجي في الذاكرة تاعنا مهما كنا وبقينا هنايا. دائما تجينا هذيك الساعات في النهار اللي نتفكروا فيها أحبابنا والجلسة تاعهم وأكلنا وشربنا وفرحتنا في هذيك المائدة، ما شاء الله، اللي نفقدوها في فرنسا أو في دولة أجنبية، يعني ما نكونوش كاملة مع بعضنا. وأنا هذه المرة درتكم فيديو، خرجت معاكم، خرجتكم تغيروا جو على الخياطة وهذاك الطابخ وكل شيء. كما تعرفوا هنايا في فرنسا رانا في الحجر الصحي، الواحد اللي يخرج قبل الضرورة ومع لوتوريزاسيون. انا في هذا اليوم رحت نخدم في الاوراق تاعي في القنصلية الجزائرية بليل، واستغليت الفرصة وصورت لكم هذا الفيديو بغ نوري لكم يعني كل شيء جميل وكل شيء كاين. والله لما توصلي القنصلية الجزائرية مع العلم الجزائري، يعني قلبك يزيد لهفة وشوق وحنين للبلاد. يعني البنات، هذا الفيديو راني قسمته على 2 وباه كملت الدبلجة، يعني شيء صعيب وانتي ديري في فيديو وتسمعي في الأغنية على الغربة، وهذاك اللي عندك، هذيك السنين اللي ما رحتيهمش للبلاد، وهذه العام كانت الجزائر مع كورونا وكل شيء مغلوق، اذا سواء كان في الطيران او في البر، يعني وش نقولكم، متوحشين بزاف. ان شاء الله يسمحونا الوالدين بارك اللي ما شفناهمش هذا العام، ان شاء الله تحل لنا الطريق ونروحوا نشوفوا اهلنا ونشوفوا احبابنا. والحمد لله رغم هذا انا عندنا الانترنت، نشوفوهم في الماسنجر، في الواتساب، في هذيك لي ريزو سوسيو، الحمد لله احسن من السنوات الماضيه اللي كنا ما كان عندنا والو. هذه السنين رانا الحمد لله حتى نعودوا نطيبوا، رانا مع الاهل، هم نشوفوهم مش رامي يطيبوا، احنا ثاني نضحك ونلعبوا، لكن ما تشوفناش معاهم يعني في البلاد. واش ندير نقول لكم البنات، ان شاء الله ما على بالي هذا الفيديو كي تشوفوه بزاف اللي يبكوا ومجروحين متوحشين للبلاد. واش دور نقول لكم، هذه هي الغربة، ما كيما نقولوا احنا ما خممنا لهاش من قبل. ولي واش دور نقول لكم، انا البنات ما تنساوش تشتركوا في القناة، تضغطوا على الجرس وتحطوا لي كومنتير زين ما شاء الله، وقولوا لي اذا كان عجبكم الفيديو ولا لا، اذا كنتوا حابين فيديوهات كيما هكذا. انا كنت حابه ندير لكم فيديو على يعني على السياحه وكل شيء، لكن لقيت روحي مع الدموع اللي تجري لما وصلت للقنصليه وخدمت كواغطي على هذه، اللي غيرت رأيي ودرت لكم على الغربة، يعني مش قادرة، ما لقيتش الكلمات يا البنات. المهم نشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. وش دور نقولكم البنات،
ما عنديش اكثر من هيك. باش نقول لكم هنايا راني وصلت للقنصليه، القنصليه الجزائريه بليل، كما راكم تشوفوا علم الجزائر في الجهه اليسرى. لما تشوف العلم الجزائر تاعك يرفرف في بلد اخر، والله يا البنات كيف هيك قلبك يقعد يخبط. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر بشعبها بشبابها بشيوخها بنسائها، ما شاء الله. هذه هي البنات، وابقوا على خير، وفي فيديو جديد ان شاء الله. نستنى الكومنتير تاعكم، اللايك ان شاء الله.